شفتيها يما على زهاق عندي. ايه يا ودي، العيله اللي كنت ماشي نخطبها هي صدقت مش قيمه، ولكن الحمد لله يا ربي صافي، ما بقيش التعاود ان شاء الله. صافي ساليت انا من هاد الزواجات وهاد الشي هذا، صافي ندير في الشغل ديالي انا. ايوا عدي انا اش كتعول العايل خبائن بنات الناس. هيا الجارة ديالنا الله يعمرها سلعة، والمناسبة ليك للزواج إن شاء الله نخطبها لك وفرح بيكم، ونعيط لخالتك الباتول تعوم لكم العراسة تنتينا وحبيبك سليمان. والله إلا ضحكتيني يا يما، كيفاش عاود هاد القضية هادي؟ حبيبي سليمان تا هو غيجواج. إوا صيفط له العروسة المناسبة. إوا لالا عيشة والله العظيم تواتيه وتجي معاه. إوا هاد السيمانة إن شاء الله عاود نجوج حتى إسماعيل العيل دختي مسكين، ونعملو ثلاثة في واحد. عكس في عكس في عكس، الله يا ربي على النشاط. إوا قريجة هادي يما، ما عندي ما نسلك والله العظيم كتفكر انتينا، عطيها غير النشاط. ها يما نسقسيك ديك الورقة ديالي شفتيها كانت منزلة فوق التلفزيون. اش من ورقة العيلة؟ انتي مش تحنقني واقيلا على الصباح كتشوفني لرقي البسطيلة. لا يما لا الله يهديك، اش من البسطيلة؟ الورقة دي الشهادة ديال البكالوريا. واش ماش دقي بيها؟ يكون ما اولا عاود هبط المرتين عاود تسجل في الكلية. صافي بركة عليك من القراية بنتي، أنا خبعتها ما نعطيها لك شي، لكن انتي قلتي ماش دقي كافورة هنا، ومع أننا ما نزيدو خسرو في الفلاوس عاود القراية واطلع وهبط، لا والو ما نعطيها لك شي. الله يهديك يا يما الله يهديك، أنا شفت حال إعلان هنايا في ديك المدرسة، إوا قالك خصو بشي معلمة، إوا الله يطلبو غير البكروليا، وعلاش زعما أنا ما نخدمش هنايا؟ خيارة بنتي باش نخدم، الله يرضي عليك الله يرضي عليك، والله إلا فرحتني. صافي صافي إيه يا النشاط، مش نقي ولاباس. إوا يكون بعدا باش يعطيوك شي خلصة بسكدة بنتي ياك، إوا قولي شحال باش يعطيوك. إوا يما بعدا نخدم عاد نشوفو شني باش يعطيو. إوا زعما ماشي معلمة معلمة، هاديك شي اللي شرفوها محاربة الأمنية. يا خيار قولي ماش نخدم انتي معاه في محاربة الشرفية. لا والو بنتي لا لا، يا خوي راسك من هادشي هذا. إوا قالك ديك شي لا قوى خيرية واها، يا اسماعيل هو اللي مكلف. أيما انتي لا تقيني العود في الرويدة، الله يهديك أيما، أنا خدم ويكون خير إن شاء الله. إسبانيا وما خليتيني نمشي، الكلية ومنعتيني، ودابا الخدمة هنايا عند الباب الدار وما تخلينيش، حرام عليك أيما، الله يهديك الله يهديك. حتى الدار اللي شريتي في تطوان ما حبيتيش، ضعتيني الكواغطة ديالها. ايه يا الفرفالة باش نقوم من روشك واقيلا هاد الصباح هذا باش نفطر بيه. انتي في عيط الكويز ذاتي، اسمع اخوي راسك في الدار التطوان، صافي انساها. ايما والله العظيم انا لا نشوف هاد الخدمة هادي غايكو فيها المستقبل، الله يهديك ايما الله يهديك، يعطيني البكورولية ليالي. ايوا اسمع اش بنقول لك، نعطيها لك ولكن بالشروط. أيما شرط اللي حبيت اعطيني ديالي واها. الحاجة الأولى الفرنك الزرق ما بقيش تشوفو من عندي، صافي حبيتي نخدم على راسك اصرف على راسك، بدي تعاون معايا عاو في المعيشة تخلص الموضة. إيوا والكرادة دار التطوان نعبيها أنا، كهادو هما الشروط أيما. إيه يا الفرجة زعما كنتي لا تعطيني الملايين هنايا، عبي كلشي من نهار اللي وعيت ما شفت الفرنك الزرق عساك اليوم. ايوا صافي يما وفيني نمشي السوقه، لا تعير معايا. ايوا واخا بنتي واخا، الله يرضى عليك الله يرضى عليك.
حاشا يما، واش نطير معاك علاش تيقد عليك شي حد؟ ايوا يلا قولي فين ديك البكرول يا السوقة. ايوا لقيتها في السهوة اللي في السطح، هاي تم ملوية مع تشناكل ديال القومة، واحد مكاك ححلة تجي هاد اليمين. غاطب الله يما غاطب الله، المستقبل ديالي ملوي في تشناكل ديال القومة، حرام عليك والله العظيم. خصك نحمد الله ونقول حشي تاتم، اما هو غير الله يستروها، كنت ماش نمسح بها الجج عند بالي جاري دواها. ايوا كي جاتك النهار الاولي ديال المدرسة؟ بخير يا خالتي، انا لك حيب بالقراية والله العظيم، افراح اليوم. اليوم اخالتي سجلنا وقال لي غدا ماشي فرق علينا حل ورقة نعمرو فيها واش نقراو عن بعد ولا عن قرب، دابا خاصني نشوار معاك. ابدي انا ما فهمتش هادشي، هذا كيفاش هاد القراية عن بعد والقراية عن قرب؟ كزعما يبقاو يسوقو لك المعلم ديالك هنا نضاو كي؟ لا خالتي لا، باش نبقى نقرا بالتليفون اولا في البيسي، البيسي اللي عندك في البيت ديالك، انت ماشي بقاو يخرجوني الدروس حتى الامتحانات خالتي نجوزو بغير في البيت هنا. ايوا والبيوكا ما نشريهمش والدفاتر ما نشريهمش، نشري غير كتوبة وها. الله يعطيهم الخير مساكين. ايه والله العظيم نبقى وعدة مونسين وانتي مرة مرة دقي الشغول. ايوا مخية ودي تغدى وانتي لا تقرا، ودي تعشى وانتي لا تقرا، مخيرة ما تدخل ما نخرج يا بنتي، نتوانس وانا وانتي، انا لا يعجبني نبقى في الدار. ايوا فكرني نسيت ما قلت لك شي، اسمعي اسمعي، العيد هذيك الجارة ديالنا هاولا يقري في المدرسة ديالنا، قال لك باش يقيم محاربة العمية وقاوا الإعلان في الباب، إلا حبيتي يا خالتي نتسجل نمشي. تبارك الله على العشاد شماعين، شماعين بوقوشة ياك. الله يبارك فيك سعادة المدير، تفضل تفضل. إيوا العشاد شماعين بوقوشة، تبارك الله عليك، كيف جاك النهار الوليد الخدمة معانا؟ واش مزيان؟ شانشتي شي حاجة؟ سعادة المدير، ما بقاش يعيط لي خايل اسماعيل، قول لي اسماعيل بقصة، أولا عيط لي غير أستاذ بقصة، صافي، ما كيعجبنيش أنا هذا الاسم هذا دردوه بالنون. إيوا الأستاذ فحشين فحشين، الدنيا هانية ما كاين حتى شي مشكل. بقشة ولا بقشة كيف كيف، فحال الشين فحال الشين، ما كاينش شي فرق جامع. اي يا سعادة المدير عندك الحق، فحال الشين فحال الشين. ايوا كيف جاك النهار الاولي الخدمة؟ مزيان بعدا ياك، التلاميذ ديالنا ما عدبوك شي؟ لا يا ودي تبارك الله عليهم، دراوش الله يعمرها سلعة، كيسامعوا الكلمة تبارك الله عليهم، الله يرحم من ربهم وصافي. والقضية محاربة الأمية اللي قلتي خشك دعمل، احنا علقنا الإعلان في الباب، ولكن كاين واحد الحاجة خشني قولها لك دابا. تفضل سعادة المدير قول قول. وكما كتعرف انتينا ودابا احنا يا منطقة محافظة جعمة، ماشي خشنا ما نخلطوش الرجال مع النشا. ايوا غيجيوك ديك النشا عايدة مشاكل كيحشموا وهادي، ما يمكنش يخلطوهم، يعني خشنا نعملو التفويش جوج، شي فوج على شي، نعملو نشا بوحدهم ورجال بوحدهم. وهاديك الشي علاش حنا عملنا في الإعلان جدناها بلا ما قلناها لك، قلنا خصنا شي معلمة يكون عندها غير بكالوريا تجي وتعلم ديك النشا، ونتينا علم الرجال شافي، ما كاين حتى شي مشكلة ولا. وسعادة المدير هادي فكرة زعما والو زعما، صراحة الله أنا ما جاتني شي هي هاديك، مبقاش ديك العهد الفرق بين الرجل والمرأة، دابا الحانوت كتجبر فيه الراجل كتجبر فيه المرأة كتبيع، ما كاينش الفرق، البنك المرأة خدامة. ايوا ما فيها بس زعما يجلسوا فحال إخوة وفحال جيران وفحال هادي مع بعضهم، الدنيا هانية ويتعلموا بكل أريحية. لا لا العشتات ديالنا والو، انتينا والو ما كنعرفوش فيا شي منطقة، انا اللي 45 سنة وانا مدير هنايا وكنعرف، خلينا نمشيو على هاد السيستيم هذا وجيدون، خلقوا واحد ماشي بالشغل بعدا جيد
ونساهموا في تنمية المنطقة. هيا سعادة المدير، وإذا وصلت تنمية المنطقة مرحبا وألف مرحبا. صافي كلامك هو الكبير. إيوا تبارك الله عليك الأشير بقشة. إيوا صافي غدا إن شاء الله باش نوجهو على التلاميذ ديك الورقة، اللي بغى يقرأ عن بعد واللي بغى يقرأ عن قرب. صافي إيوا يلا خليك دعم الشغيل ديالك.